مرحبا بكم في منصة بيرباك. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله باش نبدلوها يعني نخدمو شوي مع باش نخدمو دي زيكزارسيس على الكالكيليميت، خاصة المشكلة اللي يطيح فيها برشا اللي هي الفورم انديتيرميني. كيفاش اللي نطيحو في فورم انديتيرميني شنو نعمل؟ باهي، أول حاجة لي فورم انديتيرميني شنو هما؟ لي فورم انديتيرميني لازمنا نعرفوهم باش كي نجي نحسب ليميت نتاعي نعرف شنو هو لي فورم ديتيرميني وشنو لازمني نعمل. بيه الفورم ديتيرميني ثم 0 على 0، ثم لانفيني على لانفيني، مانيش فيها بليس لانفيني على مو لانفيني ولا مو لانفيني على بليس لانفيني، ثم تلقوها 0 فوا لانفيني، ثم زاد بليس لانفيني على الا مو لانفيني والا العكس مو لانفيني بليس لانفيني. هذوما لي فورم ديتيرميني اون جينيرال اللي عندنا. دونك توا باش ناخذ اول اكزامبل باش نخمولو كالكليلو الليميت نتاعو، اللي هو باش نحسب الليميت نتاع لورسك اكس طون فير 5 نتاع الاكس كاري موان 7 اكس بلس 10 سور 2 اكس موان 10. أول حاجة إنسان ما يعرف حتى شيء شنو باش يعمل، باش يمشي يعوض الـ x بالـ 5. كي نمشيو نعوضو لهنا باش نتحصلو على نتيجة صفر على صفر، يعني فورم ديتيرميني. دونك هذي سي تان فورم ديتيرميني. دونك شنو الحل لهنا؟ لهنا لازمني نشوف حل. إذا جتني شوفوا كذلك عندكم بولينوم كيما هذا، بولينوم سو فورم شنو؟ سو فورم دو سكوند ديغري، ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. شنو باش تعمل؟ اول حاجه باش تمشي ثم نقولوا نحنا حاجه باش نحاول تعمل فاكتوريزاسيون من فوق ومن لوطا باش تتحصل على اليميناسيون. كيفاش؟ باه 2 اكس موان 10 شنو نجم نكتبها؟ لوطا نجم نكتبها 2 فوا اكس موان 5 هكا ولا واضح ولا؟ دونك الفوق المادام بولينوم نحكي على وقت اللي يجينا اكزارسيس فيه الفورما نتاع بولينوم دو سكوند ديجري، ما نحكيش على حاجه اخرى. راه باهي شنو باش نعمل؟ باش نعمل نحاول ان مادام لوطا ثم اكس موان 5، دونك لهنا اكس موان 5 فوا شنو ثبتوا في هذه استيس بي بي تشد. اول حاجه اول شرط لازم تكون عندك بولينوم دو سكوند ديجري. شنو باش تعمل؟ ركز في ال A وركز في السي. دونك لهنا الاكس الاولاني في شنو نضربه باش يولي لي اكس كاري؟ هاوني لهنا هاوني عندي اكس، نضربه في الاكس باش يولي لي هاوني الاكس كاري نتاعنا هذي. بي الموان 5 هذي في شنو نضربه باش تولي لي 10؟ ما تركزش مع الموان 7 هذي اصلا، واضح؟ اكس موان 5 لهنا الموان 5 باش تولي لي 10 كيفاش نضربها؟ نضربها في الموان 2، واضح ولا؟ باهي لهنا هذه حتى كي تجي تثبت لهنا عمل الديفلوبمون تجيك اكس كاري موان 5 اكس بلوس سامحوني اكس كاري موان 2 اكس موان 2 اكس موان 5 اكس بلس 10. هذا ما يجونا موان 5 7 اكس هاوني البريطانيه الوسطانيه و اكس كاري بلس 10. دونك خدمتنا صحيح. بي دونك لهنا نكملوا الليميت نتاعنا. شنو باش نعملوا تو؟ سهله العمليه. باش نعمل ليميت لورسك اكس طون فير 5 وباش نيليميني انا يعني نعمل لها نحذفها هاي نعمل هذيك ومن بعد نكمل الخدمة نتاعي. تولي ليميت اكس طون فير 5 نتاع شنو؟ نتاع اكس موان 2 على 2 لوطا بقتل. كي نعوض تو اكس 5 الا 2 على 2 قداش باش تجيني؟ باش تجيني 3 على 2. دونك ليميت نتاعنا سي 3 سور 2. باهي نتعدو تو ليكزومبل الثاني. انا تجنبنا تو عملنا نحينا الفورمال ديتيرميني. كيفاش؟
انو نعملو فاكتوريزاسيون للبولينوم الفوكون الفوكاني اللي هو دو سكون ديغري ولو ثاني نخرجو منه على حسب شنو ظهر بيه كالعاده نعملو ليميت توا لورسك ليميت اكس تونفير موانز 1 3 اكس كاري بلس 4 اكس بلس 1 سور moins 2x carré plus 3x plus 5 ب لهنا يا جماعة كي نجيو نحسب لهنا باش تجيني 3 وهذه باش تجيني موان 4 بلس 1 تجيني 0 الفوق ولهنا باش تجيني 0 دونك فورما ديتيرميني كلا اش قلت لكم قبيله قلت لكم لهنا لازمني كذلك عندي ايكواسيون دو سكوند ديغري شنو نعمل بالضبط نشوف نعمل لها فاكتوريزاسيون كيفاش لهنا باهي لهنا شنو عندنا موان 2 اكس كاري بلس 3 اكس بلس 5 والفوق عندي 3 اكس كاري بلس 4 اكس بلس 1 باهي لهنا كي خدمنا قبيله اش قلت لكم قلت لكم نحاولوا ثم ملاحظه هامه زيدا ما قلت لكمش عليها اللي هي ديما حاول تخرج الاكس موا وين ماشي الليميت نتاعك لان شنو اكس موا 5 يعني اكس تونفير 5 دونك تعمل اكس موا الليميت الموجود عندك هذاك باش تلقى بعد فاكتوريزاسيون نفس الحكايه لهنا دونك ليميت وين ماشي تونفير اكس ليميت دو اكس تونفير موانز 1 دونك لوطا لازمنا نخرجو اكس بلس 1 لهنا مادام موانز 1 كي نقول لك اكس اكس موان الموانز 1 اش تجي تجيك بلس 1 بطبيعة واضح دونك من غير لا نكتبوها كيف هكا نكتبو طول بلس 1 حبيت نفسر لكم دونك اكس بلس 1 الفوق و اكس بلس 1 لوط ما الى هنا شنو بقى لازم نطلعوا البولينوم كيما قلت لكم قبيله دونك عندنا البولينوم دو سكوند ديغري لهنا كيفاش نطلع باش نتحصل لهنا على الاكس يعني باش تحصل على تروز اكس كاري كي نضربها حاجه نضربها في الاكس نتحصل على تروز اكس كاري شنو اللي هي تروز اكس ولا وحاجه نضربها في الواحد باش نتحصل على الواحد C plus 1 نفس العملية لوطا حاجة نضربها في الـ X تعطيني موان 2X كاري اللي هي موان 2X وحاجة نضربها في الخمسة تعطيني وحاجة نضربها في الواحد تعطيني خمسة اللي هي شنو plus 5 هكا ولا دونك تو كي نجي نحسب X plus 1 الفوق و X plus 1 لوطا دونك باش نحيهم شنو باش يبقى لي في الليميت ليميت دو اكس تونفير موانز 1 3 اكس بلس 1 على موان 2 اكس بلس 5 نشوفو تو تنحتش الفورما ديتيرميني كي نعوض الفوق بالموانز 1 اش تجيني 3 فوا موانز 1 بلس 1 على موان 2 فوا موانز 1 بلس 5 تعطيني الفوق موان 3 بلس 1 تعطيني موان 2 ولوطا 2 تعطيني موان 2 سير 7 دونك الليميت نتاعي سي بون حسبناه باهي نتعدو توا الليميت لي بعد الليميت لورسك اكس تونفير 2 دو اكس كاري موان 6 اكس plus 8 sur x3 moins 8 بيني مرات تجيكم في كالكيل نتاع ليميت شنو قاعده فورميل تستعملوها دونك قبل نتعدوا القاعده دونك كي نعوض بالدو باش نلقاها كالعاده 0 سير 0 اللي هي فورم ديتيرميني دونك شنو الحل هنا لازمنا نشوفوا حاجه نعملوا لها ديفلوبمون باهي لان عندي فورميل في المات اللي هي شنو
ال A puissance 3 moins B puissance 3 est égal à شنو؟ Égal à ال A moins B fois ال A carré plus AB plus B carré. باش نطبقوا القاعدة هذه. Donc limite شتا تولينا الفوق X tend vers 2 l'autre ça c'est X moins اللي هي ال X 3 moins قديش هذه؟ moins 2 puissance 3 على 8 c'est x moins 2 fois l'a اللي هي x carré plus ab اللي هي plus 2x واضح ولا plus b carré اللي هي 2 carré plus 4 والفوق مادام عندنا x موان 2 لهنا اوتوماتيك نخمم الفوق باش نخرجك x موان 2 علاش قلت لكم انا قلت لكم ديما نخرجوا x موان وين x تونفير تونفير 2 دونك تطرحك 2 ها وين يجينا في حتى اصلا لوطا عندنا x موان 2 حاضر دونك اوتوماتيك تخمم فيها انت ما قال واش قلت لكم كي بالك عندي دو بولينوم دو سكوند ديغري شنو x موان 2 باش نحصل على x موان 2 الفوق هذه شنو نضرب x نضربها في الإكس وباش نتحصل على الويت موان 2 نضربها في حاجة تعطيني الويت موان 4 باهي توا كالعادة نعملو سامبليفيكاسيون سامبليفيكاسيون بالإكس موان 2 والإكس موان 2 دونك النتيجة لهنا قداش باش تعطينا باش تعطينا ليميت دو إكس تون فير 2 دو إكس موان 4 على إكس كاري بلوس 2 إكس بلوس 4 كي نحسبو تو لهنا تشوف 2 موان 4 لهنا باش تعطيني موان 2 ولهنا 2 كاري باش تعطيني 4 هذي باش تعطيني 4 وهذي بطبيعتها 4 يعني باش تعطيني موان 2 سير 12 اللي هي موان 1 سير 6 هذي ليميت اللي بعد باهي باش ناخو اكزومبل اخر باهي تو باش نعملو ليميت هيدا ليميت نتاع x لورسك x tend vers 4 de x puissance 3 moins 4x carré moins 6x plus 24 سير x moins 4 لهنا كي نحسبو كالعادة نعوضو بال 4 باش تجينا 0 على 0 اللي هي فورم انديتيرميني دونك لهنا اش قلتلكم قلتلكم ديما خمو في ال x موان وين ال x تنظير هوني هي اصلا لوطانية حاضر دونك الفوق لازمنا نعملوها العملية كيفاش لهنا عنا بولينوم دو تروزيام دوغري دونك مش نفس الخدمة قبل قلت لكم تعملوا سكوند دوغري ساهلة عطيتكم الميثود مي لهنا شنو باش نعملو تبعو لهنا باش نكتبو ليميت ساعة دو x تنظير 4 دو x موان 4 هذاك وين x تنظير شنو يبقى لنا؟ نحن عندنا دو تروزيام ديغري دونك يبقى لنا بولينوم دو سكوند ديغري اللي هي x كاري بليس bx بليس c سير ال x موان 4 لازمنا تو نطلعو ال x كاري بليس bx بليس c بولينوم دو سكوند ديغري كيفاش نعملو؟ نعملو ديفلوبمون العملية هذي كيفاش العملية؟ تولي لي a x بيسونس 3 plus bx carré plus cx moins 4 à x carré moins 4 bx moins 4 c وهذه بطبيعتها ايجال شنو ايجال الاكواسيون لولا ليا بالكود اللي هي شنو اللي هي x 3 moins 4 x carré moins 6 x plus 24 باهي خلينا ننظموها يا جماعة الأولانية الأولانية خلينا لهنا نكتبوها ميساج اللي فيهم x بيسونس 3 نحطهم وحدهم x كاري نحطهم وحدهم باش تجينا مقابلة كيفها بالضبط هذه هي ax بيسونس 3 ثم واحدة برك ال x كاري بلوس b موان 4a x كاري عنا هذي وعنا هذي دونك حطيتهم في واحدة برك ال cx وهذي عنا هذيك دونك بلوس c موان 4b x والاخرانيه موان 4c واضح ولا
دونك واضحة لهنا. تو باش ناخذوا كأنه سيستيم بار ايدونتيفيكاسيون، باش نعملوا كأنه العملية كأنها سيستيم تولينا، اللي هي ال A لهنا شوفوا اللي مقابل ال X بيسونس 3 شنو؟ A إيكال 1، لأني ال 1 فوا الأولى A فوا X بيسونس 3 هذه 1 فوا X بيسونس، دونك ال A أوتوماتيك باش تجي 1. نمشي لك للآخر باش نطلع لك السي لأنها سهلة، وين؟ موان 4 سي إيكال 24، دونك السي اش تجينا؟ 24 على موان 4 إيكال شنو؟ موان 6. واضح ولا؟ باهي تو نتعدل هاتو، طلعت الأ والسي، نزلت لنا البي، البي موان 4 أ اللي هي قدام الإكس كاري، قداش يساوي؟ يساوي موان 4. باهي لهنا، نحنا الأ بطبيعتنا طلعناها، دونك اش تجينا هاذي؟ تجيني بي موان 4 لأني فوا 1 يساوي موان 4، دونك البي قداش يساوي؟ صفر، دونك البي يساوي زيرو. C-6 والA إيكال 1 والأخرى تنجم تعمل بها فيريفيكاسيون تاع هذي. دونك ليكواسيون X كاري بليس بي X بليس C اش تتولينا؟ تولينا أول ليكواسيون كاملة C إيكال A X موان 4 فوا A قلنا واحد، دونك X كاري X كاري البي 0 دونك ما فهمش اكس والسي موان 6 دونك موان 6. واضحة لهنا؟ وتو باش نعملو سير اكس موان 4 هذيك ونعمل الليميت نتاعي اكس تنفير 4، شنو تو سهلت العملية، تو جيستنا نعمل سامبليفيكاسيون من هنا، شنو باش يبقالي اكس كاري موان 6 كي نعمل الليميت نتاعي اكس تنفير 4 في ال x كاري موان 6 اش تجيني؟ نعوض 4 او كاري اش تجيني 16 موان 6 تعطيني 10. النتيجة نتاعنا ليميت سي تيكالا أ 10. باهي توا باش نتعدو ليكزومبل أخر، باش نخدمو على كل نحنا كنا نخدمو توا على لي فونكسيون بولينو، توا باش نخدمو على لي فونكسيون لي فيهم راسين. باهي دونك لأنو يعني الراسيونيل تختلف من يعني مش كيما لي بولينوم، بولينوم مش عملنا فاكتوريزاسيون، الراسيونيل نجمو أنا باش نعرفو حاجة جديدة اللي هي باش نضربو في الكونجيكي. باهي توا مثلا الليميت دو إكس تنفير أن، باهي اللي هي راسين دو إكس بلس تروا موان دو فونكسيون تاعنا سير x كاري موان 5 x بلس 4. أول حاجة شنو نعملو؟ نعوضو ال x بال 1 باش نلقاها 0 سير 0 اللي هي فورم انديتيرميني، دونك لازمنا نتجنبو الفورم انديتيرميني هذي باش نلقو الحل نتاع ال تاع ال ليميت نتاعي. دونك شنو هو الحل؟ هنا نضرب في الكونجيكي. كيفاش باش نضرب في الكونجيكي؟ بالطبيعة باش نضرب الكونجيكي أنا الكونجيكي نتاع هذا، لأن الكونجيكي نتاعه هو شنو؟ سي راسين دو إكس بليس تروا بليس دو. واضح لهنا؟ دونك كي نطبقو القاعدة لهنا باش نضربو، بالطبيعة تضرب في الكونجيكي يا جماعة، الكونجيكي في الفوق ولا ترى رد بيك، ما تجيش تضرب في الكونجيكي معناها كامل لوطا، لا فوق ولوطا. دونك تولي ليميت في الإكس تنفير 1 دو راسين دو إكس بلس 3 موان 2 الكونجيكي نتاعها شنو؟ الكونجيكي نتاعها راسين دو إكس بلس 3 بلس 2 على لوطانية زادا x كاري موان 5x بلس 4 باش نضربوها في نفس، شفتو هذا لوطا زادا كيف كيف x بلس 3 بلس 2 يعني كونجيكي نضربوه كيما قلتلكم الفوق ولوطا. باهي الفوقانية اش تتولينا؟ الليميت نتاع ال x تنفير 1 فوقانية عندنا هذي a إلا b فوا a بلس b
الأ هذه هي فورميل يا جماعة لازمكم تعرفوها، سي أ بلس بي فوا أ موان بي هي شنو؟ إيكال أ كاري موان بي كاري. دونك نطبقوا القاعدة، شنو باش تجيني لهنا؟ باش تجيني راسين دو إكس بلس تروا أو كاري موان دو أو كاري. دونك ولوطا باش نخلوها كيما كيك، إكس كاري موان سانك إكس بلس كات fois racine de x plus 3 plus 2. Bien, il faut que... N'est-ce pas, c'est ce que j'ai dit. Tu as x plus 3 est la racine, moins 4, tu as dit x moins 1. Bien, donc, là, qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit la nature, il faut que je l'écrive. النتيجة الفوقانية الكل x موان زان ولوطا سي x كاري موان 5x بلس 4 سي راسين دو x بلس 3 بلس 2. باهي يا جماعة لهنا كي نجيو نعاودو تاني نقول نفس الإشكالية. دونك لهنا لازمنا نزيدو حاجة نعملو لها ديفلوبمون. شنو الحاجة اللي عندنا نعرفوها قبل قلتلكم عليها في أول ما بدينا، اللي هي بولينوم دو سكوند ديغري، نجمو نكتبوه في شكل شنو؟ x moins 1 fois حاجة اللي هي x moins وين x طون فير. علاش x moins 1؟ لأنه الفوق فما x moins 1 دونك نجم نعمل لها simplification بعد. فوا نفس الطريقة اللي قلت لكم عليها، كيفاش؟ حاجة في x تعطيني x كاري هي ال x، وحاجة في ال في moins 1 لهنا تعطيني 4 سي moins 4 moins 1 fois moins 4 تعطيني plus 4. دونك لو تانية باش نبدلوها x moins 1 fois x moins 4. دونك limite de x tend vers 1 de x moins 1 à la x moins 1 fois x moins 4. Et là, c'est la racine de x plus 3 plus 2. Là, fois racine de x plus 2 plus 3 plus 2. Ça va. Mais, tu vois, je n'ai pas de عندي هذي باش نعمل لها سامبليفيكاسيون هي وهذي. دونك شنو باش يبقى لي لوطا؟ ليميت دو اكس طون فير 1 1 سور اكس موان 4 هذي موان 4 فوا راسين دو اكس بلس 3 بلس 2. كي نعوض توا بال 1 هذي قداش باش تعطيني؟ اكس موان 4 يعني 1 موان 4 باش تعطيني موان 3 وهذي باش تعطيني 1 اللي هي دو راسين دو 4. راسين دو 4 يا جماعة اللي هي 2 بلس 2 تعطيني 4، 4 فوا موان 3 تعطيني موان 12. دونك النتيجة متاعنا سي موان 1 سير 12. هذا هو ليميت حسبناه. باهي توا باش ناخو إكزومبل آخر لهنا، فقط باش نحاول نعطيكم لي يعني الطرق الكل باش من بعد كي تجيك اكزرسيس على الليميت يكون سهل واضح. دونك ليميت لهنا دو اكس طون فير 4 راسين دو اكس بلس 5 موان 3 على راسين دو 8 موان اكس موان 2. كالعاده كي نعوض بال 4 باش نلقاها 0 على 0 اللي هي فورم انديتيرميني. لي توا اش قلت لكم لهنا لازمنا نعملو في الكونجيغي، اما الكونجيغي نتاع الفوقانيه ولا الوطنيه لهنا كونجيغي لازمنا نضربو في لي دو كونجيغي. دونك شنو باش نعملو لهنا؟ ليميت دو اكس طون فير 4 راسين دو اكس بلس 5 موان 3 فوا راسين دو اكس بلس 5 بلس 3 هذا الكونجيغي نتاع الاولى، والكونجيغي نتاع الوطنيه سي راسين دو 8 موان x بلس 2. واضح ولا؟ ضربنا في لي دو كونجيغي. لوطانية راسين دو 8 موان x موان 2 نضرب لها في الكونجيغي نتاعها موان x بلس 2، ونضرب في الكونجيغي نتاع الفوقانية اللي هو راسين دو x بلس 5 بلس 3. توا باش نطبقو هذي باش تعطينا كل a موان b فوا a بلس b، طبقوها. دونك
الليميت في الاكس هذه باش تعطيني راسين دو اكس لي 5 او كاري موان 3 او كاري بالطبيعه هذه ونضربوها في الكونجيغي كل تيليني بالكل ما ننسوش ولهنا كيف كيف باش نطبقوا القاعده لوطا موان اكس او كاري موان 2 او كاري ونضربوها في الكونجيغي نتاع بلس 5 بلس 3 لي نحسبوا توا العمليه غادي شوف اش تعطينا الفوق اش تعطيني هذه اكس في 5 موان 9 اذا باش تعطيني سي ايجالا اكس موان موان 4 واضح ولا ولهنا باش تعطيني مويت موان اكس موان 4 اذا باش تعطيني سي اكس سامحوني سي موان اكس بلس 4 دي باش نتحصلوا على الاكس موان 4 شنو نعملوا الوطنيه نعمل موان اون فاكتور ايجال موان اكس موان 4 فوالا ولينا دونك نبدلو تو ليميت الفوق عندي اكس موان 4 فوا راسين دو 8 موان اكس بلس 2 ولوطا سيت ايجال ا قلنا هذي موان زيكس موان هذي ونضربها في الكونجيغي اللي موجود على الاخر بلس تروا تو نعملو السامبليفيكاسيون من هنا ومن هنا نشوفو شنو باش يبقى لنا دي ليميت لهنا اكس تنفير 4 الفوق شي يبقى لنا 8 اكس بلس دو راسين هذاك ولوطا باش تبقى لي موان راسين دو اكس بلس 5 موان 3 دي خلينا نشوفو تو كي نعوضو لهنا بالكات جينا من ريقلة ولا 8 الا 4 4 راسين دو 4 اللي هي دو دونك 2 بلس 2 باش تعطيني 4 الفوق ولوطا 4 بلس 5 باش تعطيني 3 موان 3 موان 3 تعطيني موان 6 دونك شنو النتيجة اتيقال ا 4 سير موان 6 اللي هي موان 2 سير 3 دونك الليميت نتاعي سي موان 2 سير 3 دونك واضحة النتيجة نتاعنا نتعدو ال اكزومبل اللي بعدو ليه اي واحد عنده كيستيون في اي ليميت نجم نفسر له يعمل كومنتير في الفيديو ان شاء الله نجاوب على الكومنتير واللي يحب الفيشي هذه يكلمني بريفي تاعنا بعد بي توا ليميت دو اكس لورسك اكس ليميت دو اكس لورسك اكس تنفير 3 اكس موان 3 سور racine de x plus 1 moins racine de 3x de 3x moins 5 D qui n'a pas de limite là, dans 3 qui est la chère la forme indéterminée qui est c'est 0 à 0 donc je n'ai pas le hal là nous avons un profil conjugué qui est la conjugué en tal fougéni ou conjugué en tal otani غير ما تغلطوش في الكالكيل حاجة ماشي صعيبة مي تاع كالكيل برشا دونك 3 اكس موان 3 فوا 3 اكس بلس 3 هذا الكونجيغي نتاع الاولاني والفوقاني باش نعملو اكس بلس 1 بلس راسين 3 اكس موان 5 هذاك الكونجيغي نتاع لوطا ولوطا باش نعاودو نفس الخدمة اكس بلس 1 هذاك الساعة نخلوه الأولاني شبيني عمال تكا 3 إكس موان 5 و الكونجيغي نتاعو بلوس فوا كونجيغي نتاع الفوقين بي كملو طبقوا القاعدة كالعادة اللي هي دي راسين 3 اكس كاري نطبقوها هكا
وهذه قديش باش تعطيني باش انا نبقاش نكثر من الكارتيه. هذه باش تعطيني 3 اكس وهذيك باش تعطيني موان 9. دونك النتيجه نتاعي فوق 3 اكس موان 9 فوا هاك الكونجيغي المغادي بلس 1 بلس على لو تاني هذا الكونجيغي سي اكس بلس 1 موان 3 اكس موان 5 بلس 5 هنا نحينا واحد. دونك اكس موان 3 اكس باش تعطيني موان 2 اكس ولا بلس 6. دونك لهنا باش تعطيني موان 2 اكس بلس 6 فوا راسين دو 3 اكس بلس 3 نسينا القوس مغاد ب كالعادة نكملو. دونك لهنا هنا فما حاجة باش نقول لكم ديما نحاولو نبينو كل الاكس موان 3 كيفاش نبينوه لهنا الاكس موان 3 لوطا والفوق شنو نعمل الفوقانية 3 اكس عندنا 3 اكس موان 9 فوق عندي 3 اكس موان 9 باش نبين 3 اكس اكس موان 3 شنو نعمل اكس موان 3 فوا قداش فوا 3 تتولي 3 فوا اكس موان 3 ولوطا عندي هيك موان 2 اكس بلس 6 باش نبين اكس موان 3 نضربها في شنو في موان 2 دونك هاواني بينتها باش نعمل سامبليفيكاسيون بعد. دونك الفوق نكتب طول لينيت دو اكس طون فير 3 فوق 3 اكس موان 3 هكا ولا اي فوا راسين دو اكس بلس 1 بلس راسين 3 اكس موان 5 سور لوطانية موان 2 فوا اكس موان 3 فوا راسين 3 اكس متاع بلس 3 ايه تو نعملو ديما تما سامبليفيكاسيون لهنا النحو هاذيكا. دونك ليغاليتي تولي 3 سير موان 2 والفوق راسين دو اكس بلس 1 بلس راسين دو 3 اكس موان 5 ولوطا راسين 3 اكس بلس 3 نجربو توا باش نحسبو الليميت هذا نسينا ليميت اكس تونفير 3 باش نحسبو الليميت كي نعوضو بال 3 لهنا هذي باش تجيني راسين دو 4 اللي هي دو هذي باش تجيني 3 فوا 3 9 موان 5 سي 4 هذي باش تعطيني 2 2 بلس 2 تعطيني 4 4 فوا 2 4 فوا 3 تعطيني ايكيغالا 12 الفوق لهنا كيف كيف 3 في 3 راسين دو 9 سي 3 بلس 3 تعطينا 6 فوا موان 2 تعطينا موان 8 دونك النتيجة لوطا سي موان 8 سي تيغال أ كي نقسمو لهنا على 4 تعطيني 12 سي 4 تعطيني 3 موان ولهنا تعطيني موان 2 دونك موان 3 سي 2 كان مغلطناش بالطبيعة كان ثما غلطة تولي مشكلة لهنا ايه خلينا نثبتو التروا شبيني عوضت بالد هل لا عوضت بالتروا صدا ليه التروا خلينا نثبتو لوطا شو قلنا راح تروا فوق تروا شبيني عملتها موان لا حول ولا قوة إلا بالله 6 فوا موان 2 سي موان 12 دونك 12 سي موان 12 لهنا باش تعطيني سي موان 0 علاش هذاك علاش قلتلكم حاولوا ما تغلطوش في الكبتي مرات حاجة سهلة تغلطوا فيها من قلة انتباه دونك موان 0 الليميت نتاعنا توا باش نتعدى ال إكزومبل أخر نكملوا باهي لهنا الليميت نتاعنا سي الليميت دو اكس طون فير 1 راسين دو اكس بليس تروا بليس
سين دو اكس موان 3 على اكس كاري موان زون. دي كي نعاودو كالعادة سي باش نلقاها 0 0 0 فورما ديتيرميني دونك اوتوماتيك لي زيكزامبل اللي حليناهم الكل دي فورما ديتيرميني باش نوريكم كيفاش نخدمو. دونك لهنا شنو باش نعملو؟ دونك انت مش تكتب زي فورما ديتيرميني وتتعدى، لا جرب انت ساعة لأي اكزامبل نتاعك كي نعاودو الاكس بال 1 تعطينا راسين دو 4 اللي هي 2 ولهنا 1 موان 3 تعطينا موان 2 بليس 2 تعطينا 0 دونك اوتوماتيك ولهنا 1 او كاري 1 موان 1 0 دونك فورما ديتيرميني. اول حاجة تعمل ليتاب نتاع ترومبلاسي الاكس بال 1 ومن بعد تشوفو مود. باهي كالعادة لهنا باش نعملو الكونجيغي دونك او انو عملتهم الزوز مع بعضهم دونك الكونجيغي هو هذيا باش تعمل موان دونك راسين دو اكس بليس 3 هذي لحظة بربي بلوس راسين دو اكس موان 3 هذي كونجيغي نتاعها هي شنو راسين دو اكس بلوس 3 موان راسين دو اكس موان 3 بقضية ما تنسوش البارونتيز تولي خدمتنا الكل غلطة ولوطة زادا نضرب الكونجيغي اش تجيني راسين دو اكس بلوس 3 موان راسين دو اكس موان 3 هاك بطبيعة الليميت متاعنا لورسك اكس طون فير 1 باهي نعملو هاك القاعدة كالعادة الفوق الليميت دو اكس طون فير 1 دو راسين دو اكس بليس 3 او كاري موان راسين دو اكس موان 3 اوكي سير لهنا اكس كاري موان زان و راسين دو اكس بليس 3 موان راسين دو اكس حيت لاخويا ساويني بدل العلامة دونك بي الفوق شنو باش نعمل باش نعمل ديفلوبمون ليميت تاع اكس تنفير 1 هذه باش تجيني x بليس 3 نحي الراسين وهذه باش تولي لك a كاري موان 2ab بليس b كاري اللي هي راسين x كاري موان 2 فوا 3 فوا راسين دو x بليس 3 او كاري اذاش باش تجيني لو ثاني خلينا نكتبو تو x بليس 3 موان نحى الراسين موان 6 راسين x بليس 9 سير لو الثانية باش تبقى نفسها من غير نبقى نكتب فيها بي الفوقانية باش نحي لاخويس دونك ليميت دو اكس طون فير 1 دو اكس بليس 3 موان زيكس بليس 6 راسين دو اكس موان قديش هاذيكا موان 9 ولوطا نكتبها المرة هاذي شنو هاهي x كاري موان زون فوا راسين دو x بليس 3 بليس راسين دو x موان راسين دو x دي صار توا شنو باش نعمل عندي الاكس هذي باش تتنحى تبقى لي فوق ليميت في الاكس تنفير 1 دو 6 راسين دو اكس موان 6 على الاكس موان زان فوا الاكس بلوس 1 هذيك فورميلي يعني اكس كاري موان زان كاري تعطيني ورتيل كوموندالا ولهنا اكس بلوس 3 موان راسين دو اكس بليس 3 بي دونك الفوق هذيك شنو تجي سي نعمل 600 فاكتور تعطيني راسين اكس موان زان ولا ونحن اش حاجتنا لهنا حاجتنا بالاكس موان زان يا جماعة حاجتناش بالراسين دو اكس موان زان باهي هذه يا جماعة راسين دو اكس موان زان كيفاش نجمو نكتبوها باش نتحصلو على الخدمة اللي حاجتنا بها كيما كيك
دونك اش نعملوا نفس العمليه دونك كيفاش لوطانيه احنا مش عندنا x - زان فوا x بلس 1 نرجعها خلوها هي نفس هذه هي x كاري - زان ب شيل x كاري - زان يا جماعه كاري هي نفسها ال x - زان وال x بلس 1 هكا ولا باهي ما نجموش نكتبوها كيما هكا راسين دو x كاري موان زان كاري فوا x بلس 1 علاش لان راسين دو x كاري هي شنو هي x موان زان كاري هي موان زان دونك هاوني ما بدلت حد شي باهي هذه ماشي القاعده ا كاري موان بي كاري اي فري دونك تولي لي راسين دو x موان زان فوا راسين دو x بلس 1 هكا ولا وما تنسوش شكل x بلس 1 في الاخر دونك جتنيش الراسين دو x موان زان انا تحصلنا عليها وين دونك توا جيت نعوض يعني حبيت نعمل هذه باش نوصل ان الى راسين دو x موان زان باش نعمل لها سامبليفيكاسيون دونك الفوق ليميت x تون فير 1 نتاع 6 راسين دو x موان زان 6 راسين دو x موان زان ولوطا باش نكتب هذيك الكل راسين دو x موان زان باش تعمل لها سامبليفيكاسيون راسين دو x بلس 1 و x بلس 1 وما تنسوش اخر واحدة اللي هي راسين دو x بلس 3 موان راسين دو x بلس 3 صافا دونك تو نعمل سامبليفيكاسيون ونشوفو مور باش نعمل سامبليفيكاسيون لهيك كي نعوض تو بالان الفوق بطبيعتي باش ولت عندي كانسل لان كي نعوض بالان راسين دو ان ان بلس ان تعطيني دو هادي هادي ان بلس ان تعطيني دو هادي باش تعطيني راسين دو كات اللي هي دو وهادي راسين دو دو موان راسين دو دو بلس 3 دونك غلطت في حد شيء راسين دو x نه نرجع لهنا ان شاء الله ما غلطناش في حد شيء دونك راسين دو x بلس 3 قديش قلنا اش فيني حطيت دو هذيك علاش حتى انا حسيتها فيها اشكالية راسين دو 1 يعني الان لهنا راسين دو 1 اللي هي باش تعطيني 1 يعني موان زان موان زان بلس 3 قديش باش تعطيني باش تعطيني 2 ونجمعها مع 2 هذي باش تعطيني 4 فوا 4 سي 16 هذه لوطانية الكل باش تعطينا 16 دونك ليميت سي تيغال ليميت نتاع الاكس دون فير 1 سي 6 سير 16 اللي هي 3 سير 1 دونك هذه هي النتيجة نتاعنا بي تو باش نتعدو دي زيكزامبل اخرين لا محال الفيديو طوال مش مشكل مي خلينا نكملو باش نحصلو على الانواع الكل نتاع لي فورمان ديتيرميني بي توا باش نحسب الليميت نتاع الاكس لورسك اكس تونفير بلس لانفيني دو راسين دو اكس كاري موان دو اكس بلس تروا سير اكس لهنا باهي لان كي نجي نحسب في البلس لانفيني يا جماعة كيفاش باش نخدمها العملية هذي باش نعوض باش نعوض لهنا كيفاش ناخذ اكبر دوغري الفوق اكبر دوغري اللي هي شنو هذه ولا اكبر دوغري لوط باهي دونك لهنا اكبر دوغري بلس لانفيني باش تعطيني الفوق بلس لانفيني ولوطا سي
بلس لانفيني. دونك لهنا لانفيني على لانفيني سي فورما ديترميني. دونك لهنا شنو الحل؟ لازمنا يا جماعة في لي زيكزومبل كيما هكا باش نعطيكم طريقة زادة استيس باهية باش تعاونكم في الكالكيل متاع ليميت. اللي هي إذا عندك أنت إكزومبل مثلا يا جماعة عندك راسين وعندك خدمة هكا، دونك شنو لازم باش تعمل؟ تحاول تطلع مادام عندي إكس لوطة، دونك تحاول من راسين لهنا تطلع لي تعمل فاكتوريزاسيون باش تخرج الإكس. دونك مادامنا في راسين، شنو الحاجة يا جماعة اللي في الراسين في القوة 2 متاعها تولي لي نجمو نخرجوها؟ ما نجمو نخرجو كان حاجة بويسونس دو وكاري، دونك اللي هي الفالور ابسولي دو اكس. بعد حسب الاكس نحن وين نخدمو باش تكون لك اكس والا موان اكس. واضح؟ دونك لهنا الفوقانية هذه شنو نعملولها؟ نعملو اكس كاري اون فاكتور. علاش؟ لانه ما تخرج كان بالكاري، ما نجمو نخرجوها من الراسين باش تحصلوا على الاكس، كان كي نخرجوها كيما عطيتكم القاعدة راسين دو اكس كاري، اي حاجة او كاري تخرج من الراسين. دونك الليميت لهنا الاكس تونفير بلس لانفيني دو، نعمل اكس اون فاكتور تعطيني فوا دو موان دو سير اكس بلس تروا سير اكس كاري. هذه عملنا اون فاكتور. ليه عندنا قاعدة أخرى تو، قلنا أ راسين دو أ فوا بي سي راسين دو أ فوا راسين دو بي. شنو باش نعملو لهنا؟ نعملو ليميت دو إكس تونفير بلس لانفيني دو راسين دو إكس كاري فوا راسين متاع الباقي موان دو سير إكس بلس تروا سير إكس كاري على الإكس. رد بالكم لهنا تجي تقول لي راهي سي إكس، لأن توري خدمتكم غلط. علاش؟ احنا عندنا قاعدة قلنا الفالور ابسولي الراسين دو اكس كاري اذا الكاري داخل فرق، ما رد بالكم لهنا فرق اني نحط البيسونس البرة وفوسط، هذه السيت ايجال اكس، هذه ايجال الفالور ابسولي دو اكس. نحنا اللي عندنا الاكس داخل فوسط الراسين، دونك سي لا فالور ابسولي. كي نعوضوها لهنا احنا ليميت الx تنظر plus l'infini valeur absolue de x fois racine متاع 2 moins 2 sur x 2 moins 2 sur x plus 3 sur x carré. ولوط على الx باهي. لهنا كيفاش باش نخرج من الفالور absolue الx ولا الموز x؟ لهنا ما دمني نخدم في البليس لانفيني، دونك في الانترفال شنو يعني بوزيتيف، دونك الاكس نتاعي، دونك اوتوماتيك الاكس باش تبقى اكس، دونك الفالور ابسولي دو اكس ايتيغال اكس. علاش؟ لاني الاكس سوبيريور ل زيرو والا سوبيريور ايغال، ما قالكش ما دامي في البوزيتيف دونك الفالور ابسولي سي ايتيغال اكس. دونك نعوضو تاو ليميت اكس في البليس لانفيني نتاع الاكس فوا racine de plus x carré على x. توا نجم نعمل simplification من هنا ومن هنا، دونك توا نخدم هكا ليميت يا جماعة سهلت العملية حلت المشكلة في الراسين دو موان دو x بلس تروا سير x كاري. لهنا كي نعوضو في البليس لانفيني عدد كونستانت على لانفيني تعطيني زيرو، دونك هذا زيرو كيف كيف هذا يعطيني زيرو، شنو بقى لي؟ سيتي قال أ لا راسين دو دو ليميت نتاعي. واضح العملية؟ سبعة يا جماعة؟ سبعة. باهي توا باش نخدمو الليميت اللي بعد اللي هو شنو؟ كالعادة باش نتعدو الليميت هذا. كنا نخدمو في البليس لانفيني باش نبدلوها جيست الموان لانفيني، ليميت في الموان لانفيني دو إكس تونفير موان لانفيني نفس الليميت متاعي، يعني نفس الفونكسيون باش نخدم عليه سير إكس. كالعادة كي نعمل الفوق موان لانفيني أكبر دوغري اللي هو هذا، باش يعطيني قداش؟ باش يعطيني بليس لانفيني ولوط على موان لانفيني، تعطيني لانفيني على لانفيني اللي هي فورم انديتيرميني، يعني عندي لانفيني على
لا في دونك شنو باش نعملوا؟ باش نخدموا نفس الخدمه اللي عملناها، باش نحاولوا نطلعوا راسين الاكس كاري، راسين اكس كاري هذيك يعني اكس كاري نعملوها فاكتور، باش تجيني هذه نفس. مي شنو باش يختلف لهنا؟ شو يا جماعه لهنا؟ عندي مادامني وليت نخدم في الموان لانفيني، الفالور دو ابسولي دو اكس شتاجي باش يجيني موان زيكس. دونك باش نعمل موان منا نحي الاكس تبقى لي فوق موان، يعني موان هك واضح. دونك كي نجي لهنا اش قلنا؟ هذه تعطيني في البليس موان لانفيني تعطيني صفر، وهذه صفر، النتيجه باش تعطيني موان راسين دو دو، يعني ريزلتا جست باش تبدل موان راسين دو دو. فهمتوا العمليه كيفاش يا جماعه؟ سي معناها الكل نفس الخدمه، جست تتبدل لنا السينيا لان نخدمو في الموان لانفيني. دونك الفالور ابسولي دو اكس ما تبقاش اكس، سيت ايكال ا موان زيكس، واضح؟ لانها نيجاتيف، الانترفال نيجاتيف. دونك تعدو في ساعة، في ساعة طولنا. ليميت في الاكس في الموان لانفيني نتاع راسين دو اكس كاري بلس ان سير اكس بلس ان. بي لهنا شنو باش نعملو كالعادة؟ شنو لازمنا نعملو لهنا؟ كالعادة لازمنا نعملو فاكتوريزاسيون اون اكس الفوق و لوطا. بالطبيعة لوطا ساهل، كيفاش لوطا؟ الفوق لازمها في راسين، دونك نعملو منعملوش الاكس، نعملو اكس كاري فوا ان بلس ان سير اكس كاري، هذه الفوق. بالطبيعة متنسوش الكلميات تولي خدمتنا غلط. ولو باش نعمل الاكس اون فاكتور سي ان بلس ان سير اكس، واضح؟ باش نحاول نعمل لك السامبليفيكاسيون في الاخر. موان لانفيني لهنا الفوق اش تتولي لي؟ راسين دو اكس كاري فوا راسين دو ان، نفس اللي خدمناه قبالك كانه كيفو بالضبط، فوا لهنا ان بلس ان سير اكس. باهي توا هذي مش نقولنا هي القيمة المطلقة الفالور ابسولي دو اكس ولا؟ دونك الفالور ابسولي دو اكس ونحنا نخدمو في الموان لانفيني مش تجينا قداش؟ موان زيكس. دونك الفوق موان زيكس فوا راسين دو ان بلس ان سير اكس كاري على الاكس فوا ان بلس ان سير اكس. نعملو سامبليفيكاسيون هذي وما تنسوش ديما الليميت نتاعكم. لورسك اكس تون فير موان لانفيني نحو اش تتبقى لي فوق؟ موان راسين دو. باهي توا باش نبدو نعوضو الاكس لورسك اكس تون فير موان لانفيني، هذا قداش كونستونت على لانفيني يعطيني صفر. الراسين دو ان سي تيكال ان، ما تنسوش هاك الموان هاذيكا. دونك الفوق عندنا الموان زان لهنا، ان عدد على كونستونت على لانفيني دونك تعطيني زيرو بلس ان تعطيني ان، دونك موان زان سير ان تعطينا موان زان. النتيجة سي لا ليميت دو لا فونكسيون. بي توا باش نخدمو ليميت دو اكس تونفير بلس لانفيني نتاع راسين دو اكس بلس 5 بلس 1 سير راسين دو اكس. باهي لهنا شنو باش نعملو؟ لهنا المرة دي مادام ثما راسين دو اكس لوطا، منجموش نخرجو الفوق راسين دو اكس لهنا، يعني من هيك باش نعملولو سامبليفيكاسيون نجم. دونك كيفاش؟ إيكال ليميت لورسك اكس تون فير بلس لانفيني نتاع راسين دو اكس فوا راسين دو ان بلس 5 سير اكس. علاش عملت لهنا؟ ممكن ما تفهمونيش برا، زربت شوي. نعمل الاكس اون فاكتور داخل، ما نعملش اكس كاري يعني ما نحبش نخرج الاكس، نحب نخرج راسين دو اكس. دونك بلس 1 سير 5 على اكس، هذه شنو باش تجي؟ شي باش تجينا راسين دو اكس فوا راسين دو 1 بلس 5 سير اكس، وما ننسوش شكل بلس 1 البراني هذاك سير راسين دو اكس. بي دونك لهنا نعمل ليميت في البليس لانفيني دو راسين دو اكس فوا راسين دو 1 بلس 5 سير اكس، وبالطبيعة لهنا معنا واحد لازم نعملوها زاد راسين دو اكس اون فاكتور باش نجمو نحاها سير
راسين دو اكس على راسين دو اكس لنا نحو توا هكاش تجيني تجيني ليميت في البليس لانفيني دو راسين دو 1 بلس 5 سير اكس بلس 1 سير راسين دو اكس بي هذه في الانفيني كونستانت على الانفيني سي 0 راسين دو 1 سي 1 ولهنا 1 سير الانفيني تعطيني 0 دونك الليميت سي تيغال ا 1 واضح يا جماعه دونك الى حد الان يزي لهنا خدمنا برشا ان شاء الله الفيديو الجاي كان لقيت شويه تفاعل في الفيديو هذا نكمل لكم بقيه الطرق كيفاش تخدموا لي ميثود الاخرين نتاع الكالكيل دو ليميت باش نعملوا جميع الطرق يعني خدمنا كونجيكي خدمنا الكالكيل نتاع فاكتوريزاسيون برشا حوايج دونك تبعوا الفيديوهات نتاعنا واذا لقينا تفاعل مع الفيديو ان شاء الله نعملوا جزء ثاني توفيق للجميع سلام